السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش نصاوب واحد الصناديق خشبية، وغادي نديروهم على شكل مزهرية. غادي نحتاجو الخشب كما كتشوفوا، أنا هادوك جوج خشبات طوال خديت فيهم مترو، والصغار درت فيهم 40 سنتيم، وداكشي كيبقى على الاختيار ديالكم. ندوز دابا باش غادي نوريكم كيفاش غادي نجمعهم. ما غاديش نجمعهم هكا عاديين، غادي نزيد واحد الخشبات رقاق، غادي نزيدهم كحاشيه في الجنب، ومازال راني تعرفوا السبب علاش درت هكاك. نحاول نوضعهم على الحاشيه الفوقانيه. من بعد كناخذ القياسات على قد طول الخشب اللي عندي، وكنقطع يعني الجزء المتبقي كنحيده. غنمشي بنفس الطريقه حتى نقطع الجوانب كاملين، يعني على القياس ديال الخشب اللي عندي ديال 4 الاجزاء، جوج متقابلين وجوج الاخرين حتى هما متقابلين. من بعد كما كتشوفوا انا كنحاول نخلي واحد الحاشيه صغيره فيها 2 سنتيم، عاد كنثبت بالمسمار. علاش؟ لان الحاشيه الكبيره بغيتها تكون قد المزهريه، لان خديت القياس ديال المزهريه كما كتشوفوا عندي فيها 10 سنتيم، يعني هذيك اللاطه الحاشيه ديالها الفوقانيه تجي على الحافه ديال 10 سنتيم بهذا الشكل هذا. من بعد كنوضع القياسات مضبوطه، وغادي ندوز باش نفيكسي هذيك الخشبه بالمسامير. من بعد ما ثبت الجوانب الكبيره، دابا غادي ندوز باش ناخذ القياسات بهذه الطريقه هذه، يعني كندير بحال جمعت الصندوق من واحد الجهه باش ناخذ القياسات ديال الخشبه اللي غادي ندير صغيره في داك الركن ديالها. غادي نوضعه في الخشبه وندوز باش نقطعها. بعد ما قطعتها غادي نجربها في المكان ديالها كما كتشوفوا جات مزيانه، وغادي ندوز نتراسي بالستيلو باش ما نخليش يعني الخشبه نعقل على المكان فين غادي نفكسيها بالمسامر. نفس الطريقه غادي نديرها بالنسبه للجهه الاخرى، وغادي ندوز باش نجمع الكادر كامل. الطريقه باش غادي نجمع الكادر هي انني نحاول نديه للجهه ديال الحيط، الا ما كانش شي حد اللي غادي يشد معايا كنحاول نكاليه مع الحيط، وكنبدا من الجهه الطويله، يعني كنبدا نسمر وكنقاد القنت بالضبط باش يجيني داكشي مزيان. خصني نضبط الجهات كاملين بجوجهم، يجيني الخشبه في لونغ دغوا عاد ندير المسامر. هكا كيجي الكادر كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش ندير واحد الخشبات اللي غادي يكونوا من الوسط، فهذا اللي قصير غادي ندير غير خشبه وحده باش نزيد نفورسيه. بالنسبه لهذا اللي طويل غادي ندير فيه جوج خشبات، يعني غادي نحاول ناخذ الخشبه بهذا الشكل هذا، ناخذ القياسات ديال البلاصه ديالها. من بعد غادي ندوز باش نقطعها. بعد ما قطعتهم كما كتشوفوا غادي ندوز نحطهم، والمسامر غادي نديرهم من برا. كنحاول ناخذ القياس بالسنتيم، او الا كنت كنعرف نجيب يعني المسمار في الخشبه، عيني ميزاني كما غادي ندير انا، يعني كنوضع المسمار وكيجي الحمد لله في المكان ديالو. هنايا من الاحسن الواحد يدير حدا الحيط، انا زربت ما كاريتوش حدا الحيط. من بعد غادي ندوز باش نحاول نقطع هذيك الخشبه ديال لي زوري، هذا سميتو لي زوري. كنحاول نحطو في الحاشيه يعني ديال الكادر الداخل ديالو، وغادي نتراسي من هذا القنت ومن القنت المقابل ليها باش نعرف العبارات. من بعد غادي ناخذهم، او انني ناخذ الداخل ديال الكادر كامل ناخذه ومتراسي على الخشبه بطريقه سهله. انا ولفت هذه الطريقه هذه اللي كدير، يعني كنطراسي الكادر بالقنت اللي هي ها عاوتاني نبدلو. المهم ولفت هذه الطريقه هذه، لكن كل واحد كيدير الطريقه اللي مريحه. اللي مهم هو ان الداخل ديال الكادر خصو يجيني قد الخشبه، ما تهبطش ليا لداخل وما تجيش كبيره. نوضع القياسات ومن بعد نقطع.
من بعد غادي نجربها في البلاصه ديالها، خصها تجي داخله مزيان. دابا كما كتشوفوا خصني ندير دوك لي بوغ، خصهم دوك المزهريات خصهم يدخلوا لداخل. الطريقه اللي درت يعني انا حطيتهم الفوق وخديت القياسات اللي عندي من كل جهه باش يجيوني في الوسط، باش نوضع دوك الثقوب اللي غادي يكونوا باش نغطي هذوك لي بون. نتوما غادي تشوفوا الطريقه لان صعيب باش نشرح لكم. المهم خديت البوغ سوجيني في الوسط، يعني نفس المسافه اللي غتكون عندي في اليمين هي اللي غتكون عندي في اليسار. من بعد غادي نتراسي بحال شريط يعني فيه تقريبا واحد 2 سنتيم او 3 في الوسع ديالو حتى لجهه الوسط. كنفوت هذاك الوسط بواحد سنتيم باش المزهريه تجيني يعني مسونطريه مزيان. كنتراسيه، من بعد غادي ندوز نقطعو. كيجي عندي بهذه الطريقه هذه. ودابا غادي تشوفوا كيفاش غادي نوضع المزهريه باش ما تبقاش باينه ليا هي ويبقى باين لي فقط غير الورد بهذا الشكل هذا، لان يعني الغرض ديالي انه يبقى يبان الورد وما يبقاش يبان لوبو، يعني يجيني الورد بحاله مغروس في التراب. بالنسبه لدوك التقيبات غادي نرد لهم دوك الخشبات، غير غادي نقص منهم يعني خصني نقصو في الطول وغادي نردهم لتما. من بعد غادي نفيكسيهم ان شاء الله بالمسامير. كما كتشوفوا ملي كملتهم كاملين، دابا غادي ندوز باش نعمر هذاك الجزء كامل بالكياس، يعني بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا خصو يعمر ليا بالكياس ويجي بحال هذاك الورد يعني مغروس في التراب ماشي باقي في المزهريه ديالو. الثمن ديالو كيسوى 22 درهم للخنشه. ودابا هكا نكون ساليت هذا الجزء هذا ديال المزهريات. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم اللي غادي تشوفوا فيه ان شاء الله تكمله ديال الكليسه ديالنا كيفاش غادي تجي. ما تنساوش الاشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا الجرس باش تتابعوني ان شاء الله. وكنوعدكم دائما بالمزيد والمزيد. تمساو بخير، بالسلامه عليكم.